هلا بنضيف اللوز عليه. يا سلام على الدلع اليوم، غير شكل. يلا رح نسترجع الماضي بالأكلة هيك. أكلت المحشي باللبن. شايفين ما شاء الله لبن كريمي وبشهي. بسم الله. هلا عم نحمص هيك، بتتغلف حبة البرغل بالسمنه تبقى ما بتخبص. بسم الله. بهالمرحلة هاي رح نضيف الشعرية ونحركهم بالسمنة الحامي. هاي تحكي كمان شكل. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا لي البرغول كيف مفلفل. شايفين الشعرية؟ بصراحة ذهب من الآخر. سلم ايدك يا عمتي والله يعطيكي ألف عافية. الأكل عن جد من هدى الملوك، ولا شو رأيكم؟ نعمل بكل حب ورواق، وإن شاء الله تنبسطوا معنا وتستمتعوا بالمشاهدة. أخذ منا وقت وجهد ومليان تفاصيل، بس فعلا بيستحق هالتعب. إن شاء الله رح تستفادوا اليوم من الفيديو والملاحظات الغنية، رح تكون مرجع لإلكم. رح نعمل 3 أشكال بشيخ المحشي، وكمان البرغل بالشعرية والمتومة يلي بتنعمل من لب الكوسة، يعني ما رح نكبشي نهائيا. إن شاء الله تنبسطوا معنا وتستمتعوا بالفيديو. كون خفاف الظل عليكم ونكون عند حسن ظنكم. بالمقابل كمان تدعمونا باللايك والاشتراك بالقناة وفعل جرس التنبيهات، تتركونا كومنتاتكم الحلوة اللي بننطرها أول بأول لنقراها، وكمان اعملوا مشاركة للفيديو. يمكن حكيت كتير بس كلمتين لابد منهم بداية الفيديو، وهلأ بترككم مع الفيديو بكل تفاصيله. السلام عليكم. اليوم عزمتني زهور لعندها، حبت تساوي لشيخ المحشي. هاي من اكلات اللبن اللي طيبة كتير، وبدال الرز رح تساوي لنا برغل شعري. انا لما انت بدنا تقول يا زهور، هلأ اكيد انت بما انك هون فاكيد بيحبوا هني طريقتك اكثر، تكوني خبره يعني فيها. يعني هو البرغل عدفها بالشكل، نحن تعلمنا منك، فانت هلا الموجوده فالاولويه لك. الله يسلمك يا رب. هي زهور شطوره بس يعني بتحب تشاركني بالموضوع. اكيد. وحتى المتابعين كثير سالوا عنك بالتعليقات، عمتك وينها؟ ليه ما تبينت؟ ما عم تنزله؟ والله انا اشتقت لهم كثير، بس ظروف الصيف يعني وبيكون في مناسبات مسافرة وفي مناسبات، حتى انا كمان ما قدرت انزل يعني. لا بالشتوي بنجتمع اكثر ان شاء الله، يعني من هلا طالع رح تشوفونا نصير ننزل وصفات ونرجع للروتين ان شاء الله. هذا الفيديو يعني في ناس كثير بتحب هذا النمط من الفيديوهات، لهيك رجعت صورت مع عمتي. رح يكون الفيديو شوي طويل لانه بتعرف عم نصور مباشر، لما بيكون في تسجيل بيكون مختصر اكثر. فان شاء الله اليوم الفيديو تستمتعوا معنا وشاهدوا للاخير. رح نسوي شيخ المحشي بثلاث طرق حتى نشوفكم افكار لطريقه التحضير. صنفنا نحن الكوسيات الصغار رح نحشيهم لحمه، والاكبر شوي رح نحشيهم لحمه ورز، وكله رح ينطبخ باللبن. مشان طريقه الحفر كيف يكون للمحشي، كيف يكون لشيخ المحشي؟ بنختار اكيد الكوسه الصغيره الناعمه اللي شكلها بيجي كتير كيوت واقصر من الاصبع اذا شايفين. الاكبر شوي ممكن نعملها محشي اللي بلبن او محشي اللي بالبندوره، بس نحن اليوم رح نعمل كل شيء باللبن. رح نشوفكم اشكال لشيخ المحشي. هلا بنعمل الكوسه باللبن يعني محشيه لحمي، بس منطلع اللب منخلي فيها شوية سماكة، يعني ما منرققها كتير مثل وقتها نعملها للمحشي العادي أو المحشي يلي باللبن، محشي رز ولحمي. هلا بشوفكن شو بقصد، يعني اللي ما بيعرف هاي الأكلة، أكلة قديمة ولذيذة ويمكن قلال يلي بيسووها. بس رح أعمل هيك تنظيفة بسيطة للب الكوساي. بدي أخذ هاي السماكة إذا شايفين، خلي شوي من قلب الكوسة حتى هيك نحس بالنكهة. هلا فيكم تتركوها هيك وفيكم تعملوا لها هذا الموديل بقشرة البطاطا اللي بتجي هيك مزركشين على الجنب أو بالشوكي. ناخد هيك شكل حلو على التقديم. هلا أنا حفرت بسرعة، بس المبتدئين اللي ما بيعرفوا يحفروا فيكم تاخدوا طول الكوسة وتثبتوا إصبعتكم مثل ما شايفين على المنقارة، مشان وقتها
تفرغوا قلبك وساي ما تنسقط من الجهة الثانية. تمام؟ هيك بنعمل تحكم. هلا رح طلع اللب ونظفها أكتر، بدي رققها لأنه هاي رح نعملها محشية رز ولحمة، نطبخها باللبن. اللب طبعا بحتفظ فيه لأنه بدي أعمل فيه المتومة آخر شيء، وكمان رح أعمل نفس الشيء هذا الشكل. شايفين ما أحلاها؟ شوفوا حجمهم قدي صغير وكيوت، يعني حتى اللي محشية رز ولحمة كتير شكلها صغير وهيك عن جد بيشهو. هلأ الحشوة، هاي اللحمة راح نحشيها بالكوسيات الصغار، حاطين لها بصل ولحمة، وبالنسبة للدهون هي زيت وسمنة مشان ما تلبس كتير، حطينا لها شوية زيت والتوابل حسب الرغبة. ونحن غالبا بنحب الفلفل الأسود، أكيد ما بنحب نكتر بهار. شايفين الحشوة كتير سهلة ومعروفة، حطينا زيت والسمنة وقلينا البصل وضفنا الفلفل والملح واللحمة وقليناها. هذا عنا هون لوز محمص مقطع رفيع ومحمص، فيكن تحطوا صنوبر أو فستق حلبي، وفيكن تستغنوا عنه خالص، يعني حسب المتوفر، حسب قدرته الإنسان، حسب رغبته. أكيد هلا هو شيخ المحشي يعني يدلل حالك انه شو في هيك شغلات مكسرات بتحطوها بتحبوها فيكم تضيفوها، فهذا الشيء ما انه يعني اساسي بالوصفه. شيخ المحشي بلا مكسرات كمان بيمشي، ما هيك؟ هلا بالنسبه لعمل اللوز بهذا الشكل شرائح، اذا ما توفر بالسوق فينا نعمله بالبيت بكل بساطه. بنجيب اللوز المقشر والمفلق وبننقعه بالمي كذا ساعه لحتى هيك يصير طري، بعدين بصير بقطعه بالسكين رفيع بالطول، بنشفه وبعدين بقليه بالزيت أو بالسمنة وبستخدمه. شايفين شكله كتير حلو وهيك بيطلع شكله أحلى ما يكون قطع كبار، وهيك بيطلع شبيه للصنوبر. بنحركه، شايفين فرمه هيك بهالطريقة رفيع كأنه صنوبر طالع عن جد. هلا هاي الحشوه نحن رح نقسمها لجزئين او ثلث، رح اخذ وثلثين رح خليهم للنوع اللي باللبن. رح سوي طريقه على الطريقه الحلبيه والطريقه التقليديه اللي نحن متعارف عليها اللي بنسويها. كمان طيب جنبه رز بدون شعريه، رز بسمتي. ايه كمان بيصير بدون شعري طيب. انا بحب مع اكلات اللبن، ما بعرف البرغل، بميل للبرغل اكثر. شيش براك، الشيخ المحشي، الشاكريه، هلا كل واحد حسب شو متعود. اثنين طيبين. هاي راح نضيف عليها بقدونس، هاي على الطريقه الحلبيه طبعا. راح نضيف كمان فوق الفلفل الاسود بهار حلبي مشان نسويها على الاصول، لانه الحلبي كتير بيحبوا البهار الحلبي او بهار المشكل بالاكل. هلا بنخلطهم مع بعض وهيك بتصير عنا هاي الحشوه جاهزه. بينما هاي ما تنضيف عليها ابدا اي شيء، مثل ما شفتوا بصلي والمكسرات ورشه فلفل وملح. رح نعمل حشوه المحشي، هي حشوه مكل المعتاد يعني، بس رح نطبخ الكوسه باللبن. تمام، عاده بنعملها بالبندوره. ايه قديما كانت يا زهور امي تطبخ لنا اياها. ايه لما ما كان يكون طالع البندورة لسه وطالع الكوسة، يا سلام. فتطبخ لنا اياها باللبن. طيب كتير طيب. بس الناس قليلة تطبخها، فيلي ما مجربها يجربها. انا حبيت عمت اليوم تكون بالفيديو وتساوي لنا اياها على طريقة ستي، الله يطول بعمرها. ايه وعمرك يا رب. ايه امين يا رب. هي بيحاول الواحد يجدد هيك شوي بالاكلات، اكيد يحيي التراث. هلا بالبندورة غير الى نكهة خاصة، لا هي بالبندورة اطيب، بس كان اول للحاجه يعني انه ما يكون في بندوره عندهم على الموسم وخالص يعني. عندهم شراب البندوره. تمام، فيطبخوها باللبن. عندنا هون كاستين رز قصير مغسول ومنقوع، وعندنا هون 250 غرام لحمه مجرمشي او مفرومي خشن، ويفضل تكون مدهني بتاخذوا هيك نكهه اطيب حسب الرغبه اللحمه كميتها يعني. حطينا هون الرز واللحمة، رح نضيف التوابل، رح نضيف ملح وفلفل أسود، رشة فليفلي حلوة أو حرة حسب الرغبة. حطيت كمان نعناع، معلقة شاي، حطيت 3 معالق زيت نباتي مشان يفرفد الحشوة.
ما تطلع مخبوصة. هلا هون ما راح احطه، خليته من الاخير للتقلاي. حركهم مع بعض وهيك بتصير عن الحشوة جاهزة. هلا راح ابدا بحشي هذا النوع من المحشي، من عبية ومن خضة شوي حتى تطلع الحبات مفرفدة، ألوان عن جد شهية وبتفتح النفس، وشغله كتير ممتع. شايفين بهذا الشكل، ما منعبيها كلها للأخير. ريحة النعنع بتشهي بالتبلة. هاي الخضة هاي ضرورية مشان شو ما يضلوا بعرض الكوساي ما ينخبصوا، ما بيستووا منيح كمان، بيضلوا بالأرض دايما. بشوف الأرضية مفرفة دي أكتر من أيه. من تم الكوساي. احنا نسترجع الماضي بالأكلة هيك. أكلت المحشي باللبن، أكلات اللبن كتير طيبة وإلى يعني عشاق كتير، خاصة لوقت الشتوية تحسي أكلات اللبن فيها دفى حسب طيبة. الرغبة يعني، في ناس بتحب أكل البندور أكتر. شايفين عم نخليها ناقصة هالقد. هلا في ناس بتسكرها وفي ناس تتركها هيك. والله أنا بفضل إنه نسدها. هلا أنا تركت لب الكوسة، إذا اضطرينا سكر فيه. بدك تطبخي لب الكوسة لما؟ أكيد. هلا كل ناس بتعملوا شكل، بتعملوه مفركي مع البيض وبصل، بتعملوه متومي، بتعملوه متبل مع البرغل، يعني كله بيصير، مهم ما نرمي. ممكن كمان نستخدمه مع العجة، ما كنتي قبل تسويه؟ ايه بصير عجة، تبرشي بطاطا طبعاً. تبرشي كوسة، طيب كتير. ومنقلب البقدونس احيانا منتخلص من المي اللي فيه، ونحط شوية لحمة شوية لية ونطبخهم، عن جد طيب بيطلعوا كتير طيبين. وممكن تقلي بصلة وبعدين لما يستوى تضيف بيض، هاي اسمها فركة، فركة ايه. كوسة بصير هاي سريعة ولذيذة. طيب كمان ممكن تعمليها بتوم وحامض كمان، كله بصير. هلا خلصنا الحشي، بدي بس سكرهم مشان نضمن انه الحشوه ما تطلع بلب الكوسه. هذا لب الكوسه رح نسوي كمان فيه اكله، اذا لحقنا نصور لكم اياها بنشوفكم كيف طريقتها. هلا رح سكرهم. يلا احشر اللي بلحمي مشان الوقت، مشان اختصار الوقت. هيك بنعبيهم. في ناس بيقلوا الكوسه بالاول وبعدين بيحشوها، هيك افضل. عم يصعبوا على حاله، المهم كتير يعني، لانه رح تدبل الكوساي وصير صعب، كتير صعب حشيها بصير، والنتيجه وحده يعني اكيد. فهيك افضل يعني، ودحوه قد ما فيكم. طلع قطعه صغيره مشان ما تهرب وتهر. شغله حلو ايه، سهل. هو بس طولة البال بتكون بالحفر بس، لأنه صغار حتى الحفر يعني اللي ياخد ايده ما بلاقي شيء صعب، خصوصا هدول تبع اللحمة، فما راح الواحد كتير يرققون يعني. ساعة سريع بالحفر شغلتها سهلة. هلا رح احط هاي الوجبة اقليها لبين ما تطلع الوجبة الثانية بكون حشيناها. هون انا حطيت هلا الزيت عم يسخن، رح نزل فيه قطاع الكوسة. نقلي على نار عالية نوعا ما، طبعا في حبات بتاخد لون قبل حبات، فبدنا ننتبه نقلب ونرفعهم. تمام، نحطهم على المصفاي لحتى تنزل كمية الزيت الزيادة. رح شوفكم كمان نوع لشيخ المحشي الحلبي، كمان رح نقلي الكوسة بعد ما نحشي، يلي حطيت له بقدونس إذا انتبهتوا. هلا بعد ما خلصناهم قلي هاي الكمية اللي طلعت. هلا في ناس بعد ما تقليه بتحطه بمي كم دقيقة بس مشان يروح الزيت يلي موجود بالكوسة. هلا هيك كمان نحنا منروح نكهة القلي، يعني بيصير طعم
تحسوه مسلوق ما عاد في نكهة القلي. صح اللبن ممكن شوي يغمق بس عن جد أطيب. جربوه بهاي الطريقة، نحنا ما بنسلقه أبدا. فهذا الشيء بيرجع لكم يعني. هلا رح نحط اللبن، رح نطبخ فيه شيخ المحشي والمحشي بالرز. عندي هون 4 كيلو، بحط هاي المصفاي مشان صفي اللبن بهاي الطريقة، هاي بيطلع هيك كريمي وناعم. في ناس تعمل ضربتين على الخلاط، لكن إذا ما موجود الكهرباء هذا حل وبتاخدوا نفس النتيجة. هاد جزء من السطل الثاني، هدول رح نعملهم محشي بالرز. رح ضيف لهم مي، بينما يلي محشي لحمي ما رح ضيف المي لللبن، رح أخليه يطلع هيك كريمي. شوفوا كيف اللبن صار كريمي، ما في حبيبات. رح أضيف عليه معلقة من النشا، حبة بيض واحدة، ما بتعطي زفارة أبدا باللبن، بتعطي نعومة وتماسك غير شكل. هلا رح أخفقهم مع بعض. والطنجرة الثانية نفس الشي، رح أحط لبن وحط نشا معلقة وحط بيضة. أهم شي نخفق منيح قبل ما نحطهم على النار. هلا هاي لشيخ المحشي، كمان رح نزل اللبن بنفس الطريقة، كمان رح أضيف البيضة ومعلقتين نشا. هاي المعلقة الثانية فيكن تدوبون وفيكن تحطون هيك ما بيأثر. هون عمتي عم تدير اللبن بالطنجرة الأولى. طبعا أنا زودت كمية اللبن بكل طنجرة، يعني احتجت كيلو إضافة فوق اللي ذكرتهم. شوفوا القوام شو كريمي، حتى فيكن تحطوا كريم الطبخ إذا بتحبوا أو كاسة حليب مع اللبن. هون بالشام بيضيفوا حليب مع اللبن كمان طيب، أو كريم الطبخ. ولا هيك غلي معنا اللبن، رح ننزل الكوسة فيه. طبعا الكوسة اللي حشيناها بالرز باللحمة، في ناس بتسلقها وفي ناس بتحطها فورا باللبن. ما بدها تستوي هيك. تماما. هلا بنضيف لللبن طبعا مي، رح خلي شوي مشان نعمل شيخ المحشي الحلبي. هلا رح نحط ملح بعدين لما بيغلي بنشوف نحن الملوحة، لأنه حاطين بالحشوة ملح فعلى الغلي بيبين معنا. والمي كذلك هلا ما راح نضيفها، طبعا اذا بنضيف بنكون مي سخنه مغليه. وهذا اللبن ما بيتغطى الطنجره لانه اكيد بيفرط، بيفرط اللبن او بينصل. تمام، بيفصل عن بعضه يعني. بيفصل. فنحن هلا حسب الحاجه بنضيف مي. هدول كم حبه كوسه يلي حشيناهم بالبقدونس واللحمه والبصل، رح نعمل شيخ المحشي الحلبي يلي بيكون جزء محشي رز ولحمي وجزء محشي لحمي وبصل مقلي ومسلوق، كتير كتير طيب. هلا عندي هاي الطنجرة رح احط فيها هدول الكوسايات اللي تركتهم، نخليهم من تحت. هدول محشيين لحمي ورز مو مطبوخين، هاي شيخ المحشي الحلبي. هلا رح نحط المقليات يلي حشيناهم بقدونس ولحمي وبصل. عندي هون ورق غار وكم حبة من الثوم، كمان رح احط هيل شي 5 حبات. هلا هدول قليتهم بالزيت اللي حشيناهم اذا بالبقدونس واللحمي والبصل. هلا بقي بس نضيف ملح، بنحط مي سخنة لتغمرهم وهيك بتصير جاهزة. حط على النار لحتى تستوي الكوسة اللي تحت. حطيت بس هذا الصحن حتى يغمرون وبكفي وضع مي سخنة. هلا رح احطهم على النار ليغلو، بس غلت المي بنوس الغاز على النار الوسط وخلينا لحتى يستووا. هيك بتكون هاي الطبخة جاهزة. هلا الكوسة بلش يتغير لونها، شايفين رح تستوي اكيد بدون سلق، وهيك اطيب وافيد. ما رح اضيف لها مي، رح اضيف له بس هلا شويه ملح. هاي الملح حسب الرغبه. بقي بس نعملها تقلي. هاي طنجره اللبن الثاني اللي رح نزل فيها شيخ المحشي، غليت وما ضفت له مي نهائيا، رح احط له بس ملح. نحرك بهدوء. رح نزل هلا الكوسه بدون ما اغليها، رح اطفي انا الغاز حتى ما يتغير لون اللبن.
نحن هيك بنحبها كتير. ما بعرف يعني اذا بتحبوا كمان لون الكوسة يفتح، ممكن تحطوها هيك غطة بسيطة بالمي السخنة. شايفين ما شاء الله لبن كريمي وبشهي، ما رح حركه نهائيا. هلا انا طفيت عليه، وقت السكب بنسكب فورا مشان يتشرب اللبن بنكهة الكوسة بدون ما نحركه، بس هيك. هذا ما بنقليه نهائيا لان الكوسة لسه فيها زيت، فرح تعطي هاي النكهة الطيبة للبن. هون انا ضفت مي لانه حسيت انه بده استوى، رح اطفي عليه، بقي بس نقليه وقت السكب. شايفين بشهي، والكوسة كمان طرية ومستوية. نشوف هذا ريحته عن جد بتشهي. نشوف الكوسة كمان طرية بس لسه بده شوي. هلا مهدي الغاز، انا نتركه بس لتستوي بنطفي عليه. هيك هذا بصير جاهز وتمام. بنصفي المي وبنسكبه، ما بده اكتر من هيك. فيكن تعملوه هيك وتحطوا جنبه لبن، لبن زبادي. هون عندي لب الكوسة انفرم بهذا الشكل، وحطينا عليه ملح. شايفين كيف نزل المي؟ هلا رح اعصره وصفي ميته، بعدين بشوفكم شو رح نعمل فيه. هلا هون رح نحضر للمتومة. عندي هون بصل مع شوية زيت نباتي، ورح اضيف شوية من زيت الزيتون. ندبل البصلة على نار متوسطة. هلا هون البصل عم يدبل، بحط عليه توم، توم معلقة كبيرة. بنحركه كمان. هون عندي لب الكوسة بعد ما عصرناه، رح ضل في مي اجبار اللب بينزل مي. رح اول نار شوي وحركه، ما بتركه حتى ما يحترق. رح احط رشه من الفلفل الاسود، رح احط كمان رشه من الفليفله حلوه او حره حسب ما بدكم. رح احط كمان شوي من الكمون. هلا بنقلبها. هلا هون ما بقى بدها شيء، المتومه بس بنهدي عليها، ولا تغطوها حتى ما تبق مي. واخر شيء بنحط عليها رشه نعناع وقت التقديم، ممكن بقدونس، في ناس ممكن تحط عليها بيض بتصير مثل المفركه، كله بيصير. وممكن برغل وتضيفوا عليه شويه مي وتطبخوها، كمان رائعه. وكمان ممكن تعملوا رز اذا ما بدكم برغل، كله بيصير مع لب الكوسه. المهم نحن ما نكب النعمه لانه محاسبين عليها، ونفس الوقت يعني اكله طيبه. عندنا هون برغل خشن، هذا راح نطبخه بالشعيرية، هاي الشعيرية، فهذا جنب الشيخ المحشي. شيخ المحشي فيكم تستبدلوه بالرز، او فينا نطبخ الاثنين سوا كمان، تمام حسب ذوق العيلي شو بيحبوا. تماما. هلا راح نحمص الشعيرية ونفرجيكم طريقتنا، طريقة طبخنا بالبرغل. البرغل بيحب الدسم يعني، وتكون سمنة طيبة حيواني. رح حط معلقتين كبار نحمص فيها للشعيرية، وبعدين رح نرجع نقلي البرغل لاحقا. بسم الله الرحمن الرحيم. رح نحط هلا الشعيرية تقريبا تحضيريا بنحط لها كل كاسة كمشي، يعني كمش شعيرية تقدير يعني بايدك هيك. كل كاسة برغل طبعا، كل كاسة برغل، وانت هاي حسب الرغبة، اذا بتحبه اكتر ممكن تكتره، اقل فيكم تلغوا الشعيرية كمان اذا بدكم، بس الشعيرية اطيب. شايفين هلا هون الشعيرية بلشت تاخذ لون ذهبي. هلا عمتي رح ترفعها من الطنجرة تحمص البرغل، وبعدين بتضيفها حتى ما تعجن، تطلع هيك طعمتها طيبة ومفلفلة، ما تطلع مخبوصة. رح نرفع اذا هلا وننزل البرغل. حمصنا الشعيرية ورفعناها، وهلا راح نحمص البرغل نفس السمنة اللي مشان ما نكتر دسم، لأنه نحن بنرجع نقلي البرغل. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وهلا بنحركهم. هلا مثل ما شفتوا نحن ما كترنا دسم، بنحب نقليها، نرجع نقليها، نعمل لها هي الطشي هيك
المقلاي محمد سكني. ايه. وليش ما بنحط الشعريه معه مباشره؟ لانه البرغل بياكل طبخ منيح، يعني راح يصير مثل المعكرونه الشعريه وطعمتها كلياتها راح تتغير. اعملوها بهالطريقه وشوفوا قديش راح يفرق معكم البرغل، قديش راح يكون طيب. يا سلام، روايح السمني مع التقلاي غير شكل. ايه، وطعمة هاي اللب الكوسه ريحته بتجنن. مدومه هلا على النار من الجهه الثانيه. وما يهدر شيء الواحد، ما كيف شيء ابدا، كله نعمل. وهون انا عم سخن مي مشان ننزلها على البرغل. ايوه، هي بتكون مي غلياني هلا، عم نحمصه هيك بتتغلف حبه البرغل بالسمنه، تبقى ما بتخبص اذا تغلفت بهالشكل. هاتي رشه فلفل زهور بتتحمص معه وبتعطيه نكهه غير شكل. فلفل اسود اصلا منحاش. ايه بكفي، بنحط على الجبنه اذا اضطرينا كمان. بيعمل هالتكات الواحد هاي معه ومع مع الطبخ أكيد. تطلع غير شكل، مثل الرز المفلفل كمان طيب الفلفل معه هو عم ينطبخ. ايه كثير، فلفل اسود ملك البهارات مثل ما قلت لكم عندنا مسبقا. حاجه هيك عملتي؟ ايه هيك حاجته، نحن ما بدنا نحرقهم يطلع له اللدعه. تمام، مجرد انه نتغلفوا بالسمنه. هلا بنضيف عليهم المي والملح. يلا هلا بنضيف المي. هلا بالنسبة لنا نحن مقدرة تقديريا لأنه بنعرف قديش بده البرغل، بس اللي بده يعير ما بيعرف بيحط كاستين لكل كاسة برغل. بسم الله. هلا بنحركهم هيك، بدنا شوي ثانية. هلا رح نحط ملح، رح نغطيها هلا لبين ما تبلش تغلي على نار قوية، طبعا ما بنهدي هلا. رح نشوف البرغل شلون غليان. ايه تمام هيك، بهالمرحلة لسه ما بنضيف الشعرية، بس نعمل له هيك غرزي. شايفين كيف عم يغلي بقوة، ما بيتهدى غير للمرحلة الأخيرة. يعني مثل ما قلتي البرغل إذا تهدى للدجاج بيتودى، وتعملنا المجدرة سوا. ايوه، ما بعرف إذا بيذكروا المتابعين. ايوه، وبس الرز إذا بيتهدى لملوك بتودى. تمام، بالعكس. ايه بالعكس، بهالمرحلة هاي راح نضيف الشعرية ونحركهم. بسم الله. طنجرة ضيقة عليهم، لازم تطلع هيك طنجرة. لأنه الكبيرة حطينا فيها شيخ المحشي. نسينا إنه ميتهم شوي قليلة. حاطين مي عشان راح نضيف شوية مي. شوفوا بهالطريقة نحن بهالنص هون، ها ما نضيف على كل البرغل. والرز بنفس الطريقة زليتوه بحاجة لمي. هلا بهالمرحلة رح نهديه شوي وسط منغطي. ايوه، هلا رح نشوف البرغل مي وين وصلت فيه. بسم الله، ها تقريبا رح تنشف. رح نحطهم على عيني اوطى من هاي، هاي شوي قوية. هلا بهالمرحلة بيتهدى البرغل، وبنفس الوقت رح نعمل تقلاية السمنة بالسمنة الحامي. هاي تحت كمان شكل كتير. بسم الله، ومنحرك البخار، نتركها شوي تتهدى. هاي المتومة بس رح حط عليها رشة نعناع يابس زي انت بالبقدونس. هلا وصلنا لمرحلة السكب، هذا المحشي باللبن الزبادي بحشوة الرز واللحمة. رح نعمله تقلاية. معلقة سمنة كبيرة وتوم، هذا التوم يلي صورته معكم اللي حافظته بالفريزة، شايفين ما أحلى. هلأ أخذت منه معلقة، رح أحمصهم مع السمنة اللي نعمل فيها تقلاي للمحشي. عن جد روائح شهية وبتفتح النفس وبتعطي دفى. ومنزينها كمان باللوز المحمص، وهذا شيخ المحشي الحلبي اللي بيكون بنكهتين، الرز واللحمة والكوسة المقلية، محشي لحمي وبصل. بنقدمه طبعا مع المرقة لأنه أساسية، بنزينه بالمكسرات والبقدونس. طبعا هذا بيتاكل هيك غط، كل حبة بنحطها بالمرقة وبناكلها. ممكن تقدم جنبه رز سادة، وممكن لبن وصحن خضرة مقطع. هذا هلأ شيخ المحشي المتعارف عليه اللي باللبن، تكون كوسة مقلية. طبعا ما بنقليه بشي لانه بنكتفي بزيت الكوسه المقلي.
ومنزينه بالمكسرات المتوفرة، اما صنوبر او لوز محمص او فستق حلبي اللي بدكن اياه. هاي اطباقنا يلي حضرناها وصورناها معكم بكل حب، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا والفيديو كان هيك غير ممل. اعطونا رايكم بالتعليقات وشاركونا بتجريب الاطباق اللي ما مجربينها. شوفوا البرغل بالشعرية عن جد بشهي القلب. سلم ايديك يا عمتي وتعبت اليوم صراحة، وان شاء الله هيك بعد هالتعب نشوف تعليقاتكم الحلوة يلي رح تفرحنا وتنسينا هذا التعب، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. جربوا الاطباق وعطونا رأيكم. هلا رح نشوفكم نتائج كل طبق كيف طلع. بسم الله. وهي جنبهم شيخ المحشي باللبن، شايفين تقدم الملوك. اي والله قوام الكريمة بشاكي. كمان يا عين دللني. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حاب يقطع هاي. اقطعي اللي بتشتهي نفسك عمتي. صحة وهنا. شايفين كيف قلبها محلى مليان لحمة وبشاهي ومستوية. بدو سلق الكوسة ولا شيء، اذا سلقناها بتغير طعمها اكيد. فيكم كمان تخلوا الكوسة على جنب وتسكبوا اللبن بالصحن اذا ما حابين تغير لونها، فهاي شغلة شغلة ذوق. بسم الله. راح نشوف هلا هذا المحشي الحلبي، هاي برز، هاي الثاني باللحمة. نحط عليهم شوية مرقة. بسم الله. فرجيكم هاي البرز، شايفين مستوية ومأحلاها وقلبها مفرفد، وهاي باللحمة مقلية قلي بيتاكلوا مع بعض. يا سلام. نكهة طيبة غير شكل، تجديد، واحد بيجدد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بالرز. بالرز اللي البندورة بتضر، والبندورة المطبوخة في يعمل محاشي باللبن بهالطريقة هاي. أكيد. تغيير شكل. هاي مع الثوم المقلى. هون باللقطة الحاسمة بالطريق للشحنة، وطبعا مثل ما بتعرفوا ما في كهرباء، فعدت هذا المقطع كنت مصورته من قبل لحتى اختم فيه. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الاطباق واستمتعتوا معنا بالمشاهدة وما كان الفيديو ممل. ناطرين ارائكم مثل ما قلت لكم وتعليقاتكم الحلوة يلي بنستمتع ونحن عم نقراها، وعمتي عم تشوف كل تعليقاتكم وكلامكم الحلو يلي عم يوصلها. وسلام منا ومني، وان شاء الله نشوفكم على خير بافكار جديدة. اعطونا هيك دعم اكتر وان شاء الله رح نستمر معكم بهاي السلسلة من الفيديوهات. سلام.